بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما بدينا على النبي صلينا. النهارده الجمعه يا جماعه، عيد المسلمين، ربنا يجعلها جمعه مباركه علينا وعليكم وبيضه ان شاء الله. نعمل معاكم النهارده كب كيك بالشوكولاته الويفر والشوكولاته البيضه ان شاء الله، وربنا ييسر لنا امورنا وامركم مثل حالنا وحالكم. وهنبدا ان شاء الله كده ببركه صلاه النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبدا معاكم بنحط السكر اهو ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ببركة الله توكلنا على الله، من توكل على الله فهو حسبه، ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. هنحط بطن بس يا جماعه، اتنين بس. هنحط هنا حبة ملح بحبة خل، معلقة يعني ذرة ملح بمعلقة خل اهي. وادي هنا كوباية زيت صغيرة مش كبيرة اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهي، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. نحط ورقة الفانيليا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، لا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، يد الله قبل يدنا يا جماعة. والله كيك عادية يعني، كب كيك كده للأطفال قاعدين مستنيين عايزين ياكلوا كيكة. هنحط اللبن دلوقتي معاكم. يا إلهي يا إلهي اللي أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، بص كل حاجة بنحطها إيه بالبركة. هنقول كوباية وكوباية وليبس وده وده، بنحط بالبركة كله إن شاء الله، بركة النبي ربنا سبحانه وتعالى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فقل حسبي الله لا إله وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله وعليه توكلت ورب العرش العظيم. فقل حسبي الله لا إله وعليه توكلت ورب العرش العظيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، أجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونشكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يسر لنا أمورنا يا رب، يسر كل أمر عسير للناس ولينا يا رب، واشفينا واشف كل مريض يا رب، واشفينا واشف كل مريض يا رب. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب. يسر لنا أمورنا واصلح لنا حالنا يا رب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنحط الدقيق، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، ودي شوف كيكة أهو، حاجة تبقى سخنة كده للأطفال اللي الملمومين حواليا دول، حبوا الحاجات الحلوة، بعمل لهم كل حاجات حلوة بيقعدوا ياكلوا فيها. ربنا يسر لنا الأمور ويصلح لنا الحال يا رب، يسر لنا أمورنا ويصلح لنا حالنا يا رب، يسر لنا أمورنا ويصلح لنا حالنا يا رب. يا إلهي يا جماعة، عملنا الكاكا اهي، هنحشي بيها الكب كيك الكاكا، يبقى كب كيك الكاكا النهارده. هنعمل كيكة بالكاكا، هنحشي بيها الكيكة، هضيف الكب كيك ماشي. وادي اهي الكيكة عملناها اهي، هنتن معاكم البتاع دوت اللي هنحط فيه القوالب بتاعت الكيكة دي.
ما حنطق نحط نشا بالكوكا نفضيها. كيكة بالكوكا، كب كيك بالكيك بالكوكا، كب كيك بالكوكا. السر كله عمر عصير يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما عبينا قوالب الكب كيك ايتو، هنحطها ايه في الفرن وهنطلعها وهنوريها لكم. يا جماعه بنزل معاكم الشوكولاته البيضاء، الكب كيك اللي عملناه اهو بالكاكا، كب كيك بالكاكا، واخدين بالكم بالكاكا اهو. يلا ربنا ييسر لنا الحال وييسر لكم الحال ويصلح حالنا وحالكم وحال الجميع ان شاء الله. هنزينه كده بال الشوكولاته البيضاء كده. يلا ربنا ييسر الامور ان شاء الله ويصلح الحال ويسهل الحال يا رب. حاجه بتفرح الاطفال والله، الاطفال بتحب الحاجات دي. حاجة من الآخر هاي، كيكة في الكب كيك والكوك، حطينا عليها كوك من جوه، محشية كوكا من جوه. ملبس بالقهوة، جبته وسيحته اه بالقهوة عشان نزين به، عامل زي العسل الاسود. حاجة من الاخر حاجة الاطفال لما لين يلفوا حوالين نفسهم لما شايفين المنظر عايزين ايه ياكلوا. حاجة حلوة يعني. يلا ربنا يسر حالنا وحالكم وحال الجميع يا رب. مسهل الحال يا رب، سهل. بس كمان نحط ايه شوكولاتة ويفر على الوش من فوق. يرحمكم الله.
لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنت المستعان يا رب. لا إله إلا الله. أهي يا جماعة، كيك، كيكة في الكب كيك، في القوالب بتاعة الكب كيك حطيت لها كاكا محشية، كاكا من جوه، وعملناها بالشوكولاتة اللي هي الكاكاو دي، اللي هي القهوة دي، والشوكولاتة البيضة دي يعني سيحنا وعملناها بيها. ودوت يعني زينا كده، ودي النهاية بتاعتها بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حاجة من الآخر أهي، وحاجة بتفرح العيال، وانتوا يمكن سامعين الكحة وسامعين عمالين يضربوا في بعض وعايزين ايه يهجموا على الصينية ياكلوها. مستنينا اما نخلص ايه تصوير للصلاة على النبي، والالف الف هنا وشفا لينا وليهم، وكل اللي ياكل حاجة بالف هنا وشفا. وحاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة بتفرح الاطفال وتحبهم ويحبوها. حاجة يعني هو لسه ايه سخن، اللي هو مش ساقع، ويعني عشان كده الشوكولاتة ساحت عليه من فوق. حاجة من الاخر اهي، يا رب.